استاذ رفيع، معلش بكلمك في وقت متاخر، بس كنت عاوزه ابلغك حاجه انا قررتها وعاوزاك تعلنها، هو ان انا اعتزلت الفن بشكل لا راجع فيه. ده قرار مش هرجع فيه، اعتزلت الفن بشكل كلي يعني. فحبيت ابلغك عشان انا ما عنديش امن منك. استاذ رفيع، معلش بكلمك في وقت متاخر، بس كنت عاوزه ابلغك حاجه انا قررتها وعاوزاك تعلنها، هو ان انا اعتزلت الفن بشكل لا راجع فيه. ده قرار مش هرجع فيه، اعتزلت الفن بشكل كلي يعني. فحبيت ابلغك عشان انا ما عنديش امن منك. استاذ رفيع، معلش بكلمك في وقت متاخر، بس كنت عاوزه ابلغك حاجه انا قررتها وعاوزاك تعلنها، هو ان انا اعتزلت الفن بشكل لا راجع فيه. ده قرار مش هرجع فيه، اعتزلت الفن بشكل كلي يعني. فحبيت ابلغك عشان انا ما عنديش امن منك. استاذ رفيع، معلش بكلمك في وقت متاخر، بس كنت عاوزه ابلغك حاجه انا قررتها وعاوزاك تعلنها، هو ان انا اعتزلت الفن بشكل لا راجع فيه. ده قرار مش هرجع فيه،
اعتزلت الفن بشكل كلي يعني، فحبيت أبلغك عشان أنا ما عنديش أأمن منك. أستاذ ربيع معلش بكلمك في وقت متأخر، بس كنت عاوز أبلغك حاجة أنا قررتها وعاوزاك تعلنها، هو إن أنا اعتزلت الفن بشكل لا رجع فيه، ده قرار مش هرجع فيه. اعتزلت الفن بشكل كلي يعني، فحبيت أبلغك عشان أنا ما عنديش أأمن منك. أستاذ ربيع معلش بكلمك في وقت متأخر، بس كنت عاوز أبلغك حاجة أنا قررتها وعاوزاك تعلنها، هو إن أنا اعتزلت الفن بشكل لا رجع فيه، ده قرار مش هرجع فيه. اعتزلت الفن بشكل كلي يعني، فحبيت أبلغك عشان أنا ما عنديش أأمن منك. أستاذ ربيع معلش بكلمك في وقت متأخر، بس كنت عاوز أبلغك حاجة أنا قررتها وعاوزاك تعلنها، هو إن أنا اعتزلت الفن بشكل لا رجع فيه، ده قرار مش هرجع فيه. اعتزلت الفن بشكل كلي يعني، فحبيت
حبيت أبلغك عشان أنا ما عنديش أأمن منك.